السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله يا شباب. معكم صديقكم ومحبكم الدائم أبو فارس. اليوم راح أتكلم عن درس مرة مهم، درس الإيقاع الخليجي الرومبا. من زمان ما حتكلم على هذا الموضوع بشكل موسع، اليوم راح نكتشف لكم بعض الشغلات اللي يمكن بعض الناس ما يعطونكم إياها من المدربين. أتكلم عن المدربين طبعا. كيف تمشي مع أي أغنية رومبا من غير ما تطلع من الزمن؟ أعطيك التكنيك الأساسي في أنك توصل إلى مرحلة متقدمة من العزف على أي أغنية بإيقاع الرومبا، وبإذن الله تعالى إذا استوعبت هالطريقة ما راح تطلع، وراح نعطيكم أمثلة. طيب خلنا نشوف وش الإيقاع الرومبا. الإيقاع الرومبا هو أحد الإيقاعات المنتشرة في الخليج وفي اليمن بشكل خاص. في إيقاعات مشابهة لها في الزمن في مصر وغيرها، لكن أكثر انتشارا هو اللي موجود في الخليج وكذلك في اليمن السعيد. الإيقاع هذا يسمى إيقاع رباعي، يعني 4 على 4. تمام، لو جينا نمثل بشكل بسيط جدا يكون زمنه، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. تمام، عشان تحصل على هذا الريذم أو تحصل على هذا الإيقاع وتفهمه، غالبا أنت محتاج تروس، تتعلم كيف تروس. يعني أغلب عازفين الخليج لازم يروسون، وأنت لازم تروس يا أخي، تعلم كيف تروس. ترويس حلو ترى، فهذا فيه نوع من المشاركة. مثلا إذا كان عندك صديق يعزف وأنت تروس، أو هو يروس وأنت تعزف وهكذا، أو حتى في الجلسات وغيرها، فهذا يمدك بالطاقة الإيقاعية، فأنت محتاج هذه الطاقة الإيقاعية. ايضا الاذن السماعيه تحتاجها في يعني انك تكون هذا المزيج او الخليط الجيد ما بين السماع وما بين الايقاع، والتفرقه ما بين ايقاع رومبا او ايقاع عربي. كلها زمن رباعي، ولكن العربي يختلف، الرومبا يختلف، الرومبا المصري يختلف، المقسوم المصري الرباعي ايضا يختلف. انت لازم تميز. عموما عندك طريقتين، تعلم ترويس او تشتري اورج عشان تحصل هذه الإيقاعات عندك في البيت. لكن الآن عندنا برنامج مرة جميل اسمه عودو دربوكا. هذا برنامج عودو دربوكا في الكثير من الإيقاعات، ومن النسخة مجانية بإمكانكم تحملوها في المتجر، الرابط في الديسكريبشن تحت. وموجود عندي الآن هنا نسخة من الأبليكيشن، وراح نشوف مع بعض الإيقاع الرومبا. راح نسمع صوته الآن، وريتكم إياه كيف زمن الرباعي، والآن بسمعكم إياه زمنه بشكل مباشر. اسمعوا. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. لاحظتوا كيف الزمن الرباعي؟ بعد ما لاحظتوا كيف الزمن الرباعي، الآن ودي أوضح لكم شغلة ثانية غير الزمن الرباعي. كيف تمشي معه بالعود؟ احنا اتفقنا واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طيب هذا مو زمن حقيقي، مو زمن حقيقي للإيقاع، لأن فيها لعب وفرنك وحركات جميلة. أنت تبغى تحصل على هذا النوع من الإيقاع، وتحصل على هذا النوع من النمط في ريشتك. راح نبدأ نشغل الإيقاع ونسمع الإيقاع ونستوعبه. لو كنت عازف إيقاع بيكون أجمل. الآن بنسمع مع بعض الإيقاع. التفعيلة في الضربة الرابعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. راح نوقف الإيقاع ونسمع الآن مع بعض. فهمنا الآن التفعيلة، أن التفعيلة في الضربة الرابعة. طيب كيف بيكون شكلها بالريشة؟ Thank you.
طيب الآن المفترض أن احنا لما نعزف الرومبا نوصل بالريشة إلى حركة مستمرة إيقاعية مستمرة، هي الريشة الإيقاعية في الرومبا. بأسرع وببطئ حبة حبة وركزوا معي. الحركة كالآتي: هابط صاعد، الخامس هابط والأول هابط أو الثاني هابط. خلينا نجرب نسوي على وتر واحد. أو تشكيلة التكتكة، دودوم تم ترتك دودوم تم تتك، اسمعها. لو حبينا نعزفها بدون هذا التشكيل كيف يكون شكلها؟ صغيرة، فمن إذا كنت بتوصلها مع بعض تخليها. ممتاز، الآن راح نطور الحركة شوي عشان أكشف لكم السر وأوريكم إياها بشكل إيقاعي جميل. لاحظوا استعرضت بالضربة على الوتر واحد على وترين، على الوتر الخامس والثاني اللي هما الصول والصول. راح أبطئها شوي شوي. ايش راح نستخدم عشان نوصل لهذه السرعة؟ راح نستخدم برنامج عود ذرابكة ونحط السرعة مثلا على 120 ونجرب الآن مع بعض. الريشة مختلفة.
بعد ما تعلمنا الحركة الأساسية أو حركة الزمن الأساسية اللي هي موجودة ما بين القرار وبين الجواب الخامس والثاني أو الصول والصول، راح أكشف لكم عن سر بسيط جدا في عزف الأغاني بشكل مستمر وبدون ما تطلع من الزمن، إنك أنت حافظ على الريشة الإيقاعية أو الزمن الإيقاعي أو الرتم الإيقاعي لهذه الأغنية بواسطة إنك تعزف دودوم دوم تتك دودوم دوم تتك مباشرة وبشكل مستمر أثناء الغناء أو أثناء العزف على الريشة أو على العود. راح نسوي الآن تجربة على أغنية سعد الفهد أحبك والقمر يشهد، وراح تشوفون كيف إن الإيقاع مستمر. راح نخلي سرعة 120 وراح يكون معنا الوضع واضح. تمسكون البرنامج تحطون السرعة على 120 ونجرب. التدريب ما راح يفك مني أبد وراح أطلع مع الزمن حتى لما أغني. أحبك والقمر يشهد ونجم الليل يا روحي. أحبك لحظ الإيقاعية مع الوقت راح تكون موجودة معك، يعني مثلا أوصل لكم المعلومة أو أكشف لكم السر اللي يخليكم تطلعون من الزمن. الآن تدرب على هذا التمرين. أنا أدري أن الوقت طويل والتمرين أخذ مننا وقت طويل، لكن أهم شيء والنصيحة الأولى ودائما أن الموسيقى هي سمع. الموسيقى سمع، مو الموسيقى فقط نظريات. هي في نظريات، لكن في المقام الأول أنت كعازف، أنت كفنان عندك سمع وعندك تمييز وعندك رتم معين وعندك زمن مخلوق معك. هذا الزمن مرنه أكثر وأكثر وأكثر وبتحصل عليه. الآن احنا غطينا زمن الرومبا، إن شاء الله راح نغطي أزمان ثانية مثل الشرح، الإيقاعات المكسورة، الإيقاعات الثنائية، الإيقاعات الرباعية وغيرها وغيرها. كل الشكر لكل من ساهم في نجاح هذا العمل، على رأسهم صديقي مهند وعلى رأسهم أخوي محمد الله يعطيه العافية، كذلك الشكر الجزيل لعصام مبرمج برنامج عود دربكة
اللي أعطانا أكثر من كود ترويجي لهذا التطبيق، وأتمنى لكم التوفيق. شكرا يا شباب، يعطيكم ألف عافية. معكم محبكم أبو فارس. لا تنسون لايك وسبسكرايب أو اشتراك في القناة، وفعلوا زر التنبيهات عشان توصلكم. وخميس وما لي خلق زعل.